احنا توا في الخريف فهم؟ عدنا العسل بتاع الخريف هذا عسل الزموم. اسمه الزموم. الزموم هو معناها في الشجره بتاع الخروب فما لانثه فما ذكر ترى نحل وتعمل لنا العسل هذا. يعني هذاك العسل من الخروب، هو الخروب بيدو بنين يهبل معناها فهم بالك العسل نتاعو كيفاش. ما شاء الله، يعني هو كشجره معناها مفيد برشا. شنو فوائده العسل بتاعو؟ بالنسبه للعسل بتاع الزموم ب للمعده وليل محمد رسول الله ويقوي المناعه وليل الله محمد رسول الله مسالش مش مشكل مفيد برشا يعني حتى معناها هما خذت تلمو انواع العسل كلها عندها بريسك نفس الفوائد باشكالها تقريبا مختلفة. لكن تختلف يعني في حسب النسب معناها بتاع التركيبه الكيميائيه بتاع كل نوع عسل. باش نعطيك مثال باش تفهمني. سبحان الله، عندك عسل الزعتر باهي برشا، معناها عسل الزعتر باهي برشا معناها المشاكل بتاع مشاكل الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي معناه وعسل كالاتوس باهي برشا المشاكل بتاع المعده، لكن الاوراق بتاعه باهي برشا المشاكل بتاع الجهاز التنفسي. سبحان الله. بالنسبه للزعتر، لا الزعتر هو سواء كنبته ولا كعسل مفيد ياسر معناه الجهاز التنفسي وكل باهي. والعسل الاخر شنو اسمه؟ هو بيدو زموم. هذا بالنسبه لذي عسل غابه معناه عسل صيف عسل وسو، لكن معناه كيفاش احنا كي نحيو العسل ما نحيوش بنسبة 100% معناها ديما نخليه لها خاطر هي بالاساس تنتج العسل الاستهلاك بتاعها فهمني. واكثر معناها ربي يرحمنا بالمطر والكل معناها. اي صحيح، حسنا برشا الفلاحه كلهم تضروا صح. هذاك علاش الطريقه اللي نخدموا بها اني نحاول اكثر ما يمكن اني معناها نخلي لها اكثر ما يمكن معناها عسل اللي هي فهمني. معني يعني حتى كي نحي معناها مثلا كيما نقولوا تو معناها خريف، حتى كي نحي العسل تاع الخريف تلقى فيه نسبه كبيره معناها من العسل تاع الصيف. ولهنا تزيد القيمه تاعه اكثر. كيفاش؟ لانه نحل سبحان الله معناها مثلا كي تصنع العسل مثلا الكالاتوس فهمت والعسل هذاك هي باش تعاود تستهلكه. اي النحله قصدك. أي الملكه معناها النحل بصفه عامه في الخلايا كي تعاود تستهلك العسل هذاك تعاود معناها عباره باش يولي مضاعف كيما نقولوا القوه نتاعو باش تولي اكثر. اي فهمتك. قد ما تستهلكه قد ما تزيد تعاود تخرجوا معناها تزيد القيمه بتاعو اكثر وتزيد الفائده بتاعو اكثر. هي اللي الواحد ديما يوصي على القديم المتجدد هكا باش ياخذ حاجه كونسونتري. علاش ديما نقولوا احنا مثلا بالخص اللي يخدموا بطريقه تقليديه معناها عسل الجبح وكل ديما العسل تاعهم اغلى من العسل تاع الصنادق. اي لانه اللي يخدموا بطريقه العصريه يخدموا بطريقه تجاريه. أي معناها ديما اللي يحضر يخرج 20 يوم شهر ماكس فهمني وينحي العسل هذاك ويتعدى يمشي يخدم معناها يمشي يهز ينقل نحل معناها لبلاصه اخرى. باهي خليل، معناها في الخريف عندنا كاين نوع بركه من العسل ولا ثم انواع اخرى في الموسم؟ هو لو كان جاي معناها هو شوف ثم نوع بتاع ثم العسل هذا بتاع الزموم، ثم نوع اخر بتاع نقولوا احنا بتاع شجره غبيه هي معناها نقولوا احنا الغل نسميوها ضمخه احنا معناها. ميسالش قول اسمها العادي اللي تعرفوه انتم الفلاح، بس كنا نعملوا شويه ثقافه احنا في الاحياء زاد نوليو نفهموا معاكم. احنا بالعاميه نسميوها ضمخ بالخص كي يبدا عام ممطر وكل معناها ترعى نحل مليح مليح وتخدم عليها العسل فهمتني. شنو خصوصيتها هذه ضمخ الشجره؟ هي شوف شفاها معناها العائله بتاع السدر بصفه عامه والاشجار الشوكيه هو من اغلى ومن احسن انواع العسل. من احسن انواع العسل. لكن فما زوز انواع، فما العائله بتاع السدر الجبلي تبدا من اليمن وانت جاي، وفما العائله بتاع السدر الساحلي. السدر الساحلي اللي معروف معناه بنبق وكل فن هذاك ديما التركيبه بتاع العسل تاعو اخف، هذاك علاش ياخذوه الصغار اكثر من الكبار. من الكبار اي الكبار معناه اللي يحبوا عسل معناه باهي برشا معناه المشاكل معناه عسل السدر اللي عندنا احنا المتوفر في تونس الكل خفيفه. لا لا عندنا زوز انواع، عندنا عسل السدر معناه في الجنوب معناه اللي هي شجره تكبر فهمني حتى الثمره تاعها تختلف فهمني، وعندنا العسل تاع السدر العادي اللي معناه اللي فيه معناه ذاك نبق اللي ناكلوه.